الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله. قبل البدء بشرح هذه العبارة، لا بد أن نعرف المراد بالاحتياج هنا. يعني لما قال لا يحتاج الله، يعني جل وعلا، إلى شيء، ما هو المراد بالاحتياج هنا؟ المراد بالاحتياج هنا أحبابي الافتقار. فالله عز وجل غني عن العالمين، وغناه ذاتي، غناه جل وعلا ذاتي، غناه ذاتي ومطلق، غناه ذاتي ومطلق. والمقصود بالقول بأن غنى الله ذاتي أي غناه ليس مستمدا من غيره، غناه ليس مستمدا من غيره، وإنما غنى الله عما سواه، وعدم افتقاره إلى ما عداه واجب لذات الله جل وعلا، وجوب ذاته. هذا الاستغناء والغنى في حقه جل وعلا واجب لذاته، وجوب ذاته، بمعنى أن ذات الله عز وجل لا يمكن أن تعقل إلا وهي متصفة بالغنى. فلما نقول الغنى، غنى الله واجب لذاته وجوب الذات، معنى ذلك أن ذات الله جل وعلا لا يمكن أن تدرك بالعقول إلا وهي غنية عما سواه، واضح؟ إلا وهي متصفة بالغنى، لأن الله جل وعلا لو استمد الغنى، انتبه، لأن الله لو استمد الغنى من غيره لكان مفتقرا إلى ذلك الغير، والافتقار سمة من سمات الحوادث. الطالب الولد عندما يدرس تجده ينفق المال يمنة ويسرة ويشتري ما شاء، تقول له أنت ماذا تعمل؟ ولكن عليك مظاهر الغنى، تنفق وتشتري وتذهب وتأتي. قال أنا أخذ المال من أبي. فهو غني بمن؟ بأبيه. فغناه هنا مستمد من غيره، فهو مفتقر في غنى، مفتقر في غنى. فغنى الله عز وجل إذا قلنا غناه ذاتي، غناه ذاتي، فلا يحتاج، قلنا هنا الاحتياج بمعنى الافتقار، فلا يحتاج إلى غيره، أي لا يفتقر جل وعلا إلى غيره. وقلنا غنى الله عز وجل ذاتي ومطلق، ذاتي ومطلق. بينا معنى قولنا غنى الله ذاتي، فماذا يعني أن غنى الله مطلق؟ غنى الله مطلق أي أن الله عز وجل غني بذاته، فلا يفتقر إلى موجد يوجده. لما نقول غنى الله مطلق أي غني في وجوده، غني بذاته، فلا يفتقر إلى موجد يوجده، وغني في صفاته فلا يفتقر إلى من يكمله، غني في صفاته فلا يفتقر إلى من يكمله. لأن الله جل وعلا كما تعلمون وكما درستم وكما أدركتم وجبت له جميع الكمالات، وكذلك غني في أفعاله، فلا يحتاج في أفعاله إلى معين، فلا يحتاج إلى أفعاله في معين. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خلق شيئا ليتكمل به فقد كفر.
أحسن فقد كفر. وكذلك من قال إن كمالا من كمالاته تعالى متوقف على فرض، ربما اعتقد البعض إن كمالا من كمالات الله مفتقر على حادث كذلك أو متوقف على حادث كذلك، هذا كفر والعياذ بالله. ومن اعتقد بأن الله جل وعلا يحتاج في خلقه إلى الوسائط فقد كفر، لأن الاحتياج سمة من سمات الحوادث. من هنا أحبابي، بعض أهل السنة والجماعة كفر المعتزلة لأنهم يقولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه. ليه؟ عفواً استغفر الله، أنهم يقولون بأن بالقوة المودعة، لأنهم يقولون بالقوة المودعة، لأن القول بالقوة المودعة هذا يلزم منه، طبعاً ولازم المذهب ليس بمذهب، يلزم من القول بالقوة المودعة بأن الله يفتقر إلى الوسائط في الإيجاد والإعدام. فلما كان يلزم من القول بالقوة المودعة بأن الافتقار، اتصاف الله بالافتقار، قالوا من يقول بالقوة المودعة فقد كفر. لكن هذا القول بعيد عن الإنصاف، بعيد. ليه؟ كما قلنا قاعدة عامة هذه بالاتفاق، لازم المذهب ليس بمذهب، واضح. وهم قالوا بالقوة المودعة تنزيها لله تبارك وتعالى، وقال بها من أئمة أهل السنة الإمام الجويني إمام الحرمين قال بالقوة المودعة، وغيره بعض أئمة أهل السنة قالوا بذلك. إذن هنا الشيخ لما قال فلا يحتاج الله إلى شيء، قلنا الاحتياج ماذا معناه؟ الافتقار. فلا يفتقر الله عز وجل إلى شيء، لأن الله غني وغناه ذاتي ومطلق. عرفنا معنى هاتين الكلمتين. ثم قال استدل الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى على اتصاف الله تبارك وتعالى بالغنى الذاتي وبالغنى المطلق، فقال استدل بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النص أحبابي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نص محكم. ماذا يعني نص محكم؟ يعني لا خفاء فيه، يعني لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تأويل. لو أنك قلته، نطقت به، تكلمت به أمام إنسان بسيط لا يعني عقله غير متمرس على التأويل والتفكير، يفهمه واضحا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا نص محكم. وهذا النص أحبابي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في الواقع في الحقيقة، وأنا يعني لا أفتري، لطالما هذا النص أزعج خوارج هذا العصر، ولطالما أزعج مجسمة هذا العصر الوهابي والتلفي، لطالما أزعجهم. لما؟ لأنه يبطل حججهم ويبطل معتقدهم الفاسد الكاسد بأن الله جسم. ولكن هنا يعني أريد أن بين قوسين طبعا وبشكل سريع، ما حكم معتقد الجسمية؟ الصحيح أن معتقد الجسمية يكفر إلا إذا قال بأن الله جسم لا كالأجسام. إذا قال جسم لا كالأجسام، إذا اعتقد بأن الله جسم كفر. أما إن قال إن الله جسم لا كالأجسام، هذا في كفره قولان، في كفره قولان، ينبغي أن نتنبه لذلك. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنت عندما تقول لا إله إلا الله قدمت ماذا؟ النفي على الإثبات، قدمت النفي على الإثبات. وهذا يسميه العلماء من تقديم التخلية على التحلية. أنت عندك إناء قذر تريد أن تضع فيه طعاما لذيذا طيبا،
تضعه والإناء وسخا وسيخ قذر، تقوم بتخليته من القذارة، ثم تضع فيه ما لذ وطاب. فكذلك أنت لا إله تخلي اعتقادك من جميع أنواع الآلهة، لا إله إلا الله، تخلية ثم تحلية. كذلك هنا ليس كمثله شيء، هذا تخلية نفي، قدم النفي على الإثبات، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذا أول هذه الآية، لنقف قليلا عند هذه الآية أحبابي معلش، وهذه الآية ينبغي أن نفهمها، يعني الآن سأتكلم عن هذه الآية بإيجاز صراحة باختصار، وأنا أريد منكم أن تدركوا هذا الكلام وأن تراجعوه في البيت، لأن أنت إذا فهمت هذه الآية وجعلتها راسخة في ذهنك، فكلما تعتريك شبهة من الشبه وكلما ألقى الشيطان في قلبك شبهة، تأتي هذه الآية لتقوم بغسل وإزالة وتنقية هذا الاعتقاد وهذا الفكر وتزيل هذه الشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني حتى لما تقرأ الآيات أو الأحاديث التي ورد فيها شيء من صفات الحوادث، مثلا ينزل الله النزول مثلا، وأنت لا تريد أن تؤول النزول، فإذا ما قرأت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مباشرة تقول ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس ينزل نزولا ليس كنزول شيء مباشرة، فتصبح هذه الآية كالجهاز التعقيم أو الجهاز التنقية لجميع ما يدخل إلى اعتقادك، يدخل فيمر عبرها فيخرج منقى. فاجعل هذه الآية دائما، علمها لأولادك الصغار، علمها لأولادك الصغار ولزوجتك ولمن حولك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية أحبابنا ليس كمثله شيء دال عن تنزيه الله تعالى عن مماثلة الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخرها يعني أولها دل على التنزيه، على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الحوادث، وآخرها وهو السميع البصير دل على ثبوت صفات المعاني لله جل وعلا، واضح؟ فصدرها صدر الآية يرد على من؟ يرد على المجسمة، يرد على المجسمة القائلين بأن الله جسم كسائر الكسائر الأجسام، نعم. وعجز الآية وهو السميع البصير يدل يرد على من؟ يرد على الأحسن، على المعتزلة النافين لصفات المعاني، يرد على المعتزلة، وبعضهم سمى المعتزلة بالمعطلة لأنهم عطلوا الذات عن الصفات، والمعطلة كما تعلمون نوعان، معطلة التي هي المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات، جميع صفات المعاني نفوها عن الله تبارك وتعالى، وكذلك عندنا المعطلة عطلت الصنعة عن الصانع، عطلت الصنعة يعني نفت وجود الصانع، نفت وجود الصانع، وأولئك كفار، أولئك كفار. أما المعتزلة عندما نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات المعاني، قلنا قديما ذكرنا أنهم لما قالوا بذلك قالوه بدافع ماذا؟ تعدد القدماء. لما نفوا عن الله عز وجل اتصال بصفات المعاني، لما نفوا ذلك؟ بدافع التنزيه، بدافع التنزيه المعتزلة قالوا هذا الكلام. إذا فهمنا الآن شيء مما يدور حول هذه الآية، أولها يثبت التنزيه لله عز وجل عن مماثلة شيء من الحوادث، وآخرها يثبت صفات المعاني لله تبارك وتعالى. قال في المصباح، قال في المصباح مثل يستعمل على ثلاثة أوجه، يعني بثلاثة معاني، فقال الباري ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، قال بمعنى الشبيه وبمعنى نفس الشيء وذاته، بمعنى الشبيه
يصبح تقدير الآية ليس كمثله، ليس كمثله شيء، ليس كشبيهه شيء. وبمعنى نفس الشيء وذاته تصبح الآية ليس كذاته شيء، لأن المثل هنا بمعنى الذات. قال وزائدة يصبح تقدير الكلام ليس مثل ذاته شيء، إذا جعلنا المثل أو ليس كذاته شيء، إذا جعلنا هنا مثل زائدة. واضح الكلام أحبابنا؟ إذا مثل يستعمل، تأتي بثلاث استعمالات، تأتي بمعنى شبيه، وتأتي بمعنى النفس والذات، وتأتي كذلك الزائد. هذا الكلام قاله صاحب المصباح، المصباح المنير، كتاب في مفردات اللغة العربية، اعتنى بشرح، اعتنى المصباح المنير في شرح مفردات الفقه الشافعي، كما عندنا المغرب في بيان المعرض اعتنى في شرح مفردات الفقه الحنفي. فالمطرزي صاحب كتاب المغرب إمام من أئمة اللغة، وكذلك صاحب المصباح إمام من أئمة اللغة. فقال في المصباح كلمة مثل، كلمة مثل تأتي لثلاث معان في اللغة العربية، تأتي بمعنى شبيه، وتأتي بمعنى النفس والذات، وتأتي بمعنى تأتي زائدة، تأتي زائدة. قال والجمع أمثال، والجمع جمع المثل أمثال، ويوصف به بالمثل المذكر والمؤنث، والجمع والجمع كذلك، وكذلك يوصف به الجمع، فيقال هو وهي وهم وهن مثله. واضح؟ تقول هم زيد وعمر وبكر وخالد، هم مثل زيد، فوصفت الجمع بمثل، وتصف المذكر المفرد بمثل، وتصف المؤنث بمثل، تقول هند مثل زيد، النساء مثل زيد، ممكن. واضح؟ فإذا تصف يوصف بها كما قال الشيخ المذكر والمؤنث والجمع. قال وفي التنزيل أنؤمن لبشرين مثلنا، قال لبشرين مثلنا، فهنا نعت البشراء المثنى بالمثل مفرد. قال وخرج بعضهم على هذا قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس كوصفه شيء، يعني جعل هنا المثل بمعنى الصفة، ما قال يوصف به، يوصف بالمثل، يوصف بالمثل. إذن قال وخرج بعضهم على هذا قوله ليس كمثله شيء، أي ليس كوصفه شيء، وقال هو، يعني جعل المثل بمعنى الوصف أولى من القول بزيادتها لأنها على خلاف الأصل، يعني القول بأن مثل هنا في قوله تعالى ليس كمثله، بعض العلماء قال ليس كمثله شيء، هنا مثل زائدة، والمعنى ليس كذاته شيء، وانتهى المشكلة. ولكن الشيخ يقول أن بعض العلماء لما فسر قوله تعالى ليس كمثله شيء وقال هنا المثل بمعنى الوصف، قال جعلها بمعنى الوصف أولى، انتبه، أولى من جعلها زائدة، زائدة. ليه؟ قال لأن ادعاء الزيادة خلاف الأصل، خلاف الأصل. وقيل، وقيل المعنى ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، وهنا تكون مثل بمعنى ماذا؟ بمعنى ذات. ما قلنا تأتي ذات بمعنى الشبيه، بمعنى الشبيه وبمعنى نفس الشيء، وتأتي زائدة. وقيل المعنى ليس كذاته شيء، كما يقال مثلك من يعرف الجميل، مثلك من يعرف الجميل، ومثلك لا يفعل كذا، عندما ترى إنسان قد فعل خطأ تقول مثلك لا يفعل كذا، أي أنت، لما قال مثلك من يعرف الجميل أي أنت تكون كذا، مثلك، مثلك من يعرف الجميل، أي أنت، يعني أنت تعرف الجميل، مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. فأنت عندما تقول مثلك لا يفعل كذا لا تريد أن تقول أن شبيهك لا يفعل كذا،
بل تريد أنك أنت لا تفعل كذا. وهذا واضح الكلام. عندما ترى إنسان مثلا ينظر إلى ما حرم الله تستغرب أنت، تتعجب، تقول له أنت مثلك لا ينظر إلى المحرمات ويفهم أنك قلت، أنك قصدت من قولك أنك أنت لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تقصد أن من هو شبيهك لا، ولا كان الكلام لا فائدة منه. لو أنك قصدت من قولك أنت أو مثلك لا يفعل كذا، لو أردت أن شبيهك لا يفعل كذا، يقول لك ما علاقتي في الموضوع إذا كان شبيهي لا يفعل كذا؟ أريدك أن تحدثني عن نفسي أنا. واضح الكلام أحبابنا؟ فإذا هنا مثل بمعنى الشيخ قال وقيل، مثل هنا جاءت بمعنى ذات، ليس كمثله شيء، أي ليس كذات الله ذات، ليس كذات الله ذات، بمعنى لا توجد ذات متصفة أو متصفة أو متصفة بصفات الكمال ومنزهة عن صفات النقصان كذات الله تبارك وتعالى. وعليه قوله جل وعلا كمن مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات، لا المراد بالمثل هنا الذات، يعني كمن هو في الظلمات، لأنه هنا لا فائدة من الحديث عن الشبيه والمثيل. الشبيه هو يتحدث عن رجل انغمس في الظلمات فقال كمن مثله في الظلمات. واضح الكلام أحبابنا؟ في إشكال؟ قال ومثل الزيادة، الآن ذكر لنا ثلاث أمثلة، مثل ما أول شيء قال مثل تكون بمعنى الشبيه بمعنى الصفة يعني، وتكون بمعنى الذات، وتكون زائدة. ذكر الآن قال ومثل الزيادة، ومثال عفوا الزيادة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به. هل لما آمن به الصحابة الكرام مثل؟ لو كان لما آمنوا به مثل لكان ذلك المثل نازل من عند غير الله عز وجل، فتكون هنا مثل زائدة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تقدير الكلام فإن آمنوا بما آمنتم به، نحذف هذه المثل الزائدة، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، ليس كمثله شيء، كهو شيء. لأنه بقي بالمثل هنا ما الضمير، ليس بقي الضمير، حذفنا المثل فبقي الضمير الداخل على المثل. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. قال ابن جني، أحد أئمة اللغة عثمان ابن جني المتوفى سنة 392، له في الخصائص، له كتاب الخصائص، قولهم مثلك لا يفعل كذا، وقالوا مثل زائدة، هنا مثل قالوا في قولك مثلك لا يفعل كذا، قالوا مثل هنا زائدة، أي أنت لا تفعل كذا. قال ابن جني وإن كان المعنى كذلك، يعني وإن كان معنى قولهم مثلك لا يفعل كذا أنه معناه أنه أنت لا تفعل كذا، وإن كان المعنى كذلك، إلا أنه على غير هذا التأويل الذي رأوه من زيادة مثل، وإنما تأويله ابن جني قال تأويل قولهم مثلك لا يفعل كذا، وإنما تأويله أنت من جماعة شأنهم أنهم لا يفعلون كذا، ليكون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضراب. أضراب جمع ضرب، والضرب هو النوع، وأضراب يعني أنواع. ليكون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضراب، ولو انفرد هو به، لو كان منفردا بهذا الوصف لكان انتقاله عنه غير مأمون. أنت عندما تكون موجود مع جماعة وترى فيهم من الكمال ما فيه من الكمال، ودائما أنت حريص على أن توصف بكمالاتهم، فهذا الوصف أدعى للثبات عندك،
أما إذا كنت منفردا لوحدك لا تتوارى عن تنازلك عن الكمالات. لذلك الواحد منا إذا أراد أن يفعل معصية لا يفعلها علنا، يفعلها سرا، وهذا من ضعف الإيمان. انتبه، هذا من ضعف الإيمان. ليه؟ لأنه جعل رؤيته القلبية إلى الخلق أعظم من رؤيته إلى الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا وصف المنافقين. لذلك العلماء قالوا من أضر الشيء على المريد، من أضر الشيء على المريد هو الوقوع في معصية السر، لأن هذا إن دل على شيء إنما يدل على استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى، على جرأة عظيمة على الله جل وعلا. معصية السر، يعني الواحد منا قد تتهاون في معصية السر. إياك معصية السر إن كانت مسبوقة بتخطيط وتدبير فهذه طامة كبرى، أما إن كانت مسبوقة بغفلة فهذه يعني لا نقول أمرها هين، ولكن يعني وقعها على الإيمان، ضررها على الإيمان أخف بكثير من المعصية يعني المدبرة في السر. واضح كلام أحبابنا؟ بس يا ابني، قال وإنما تأويله أنت من جماعة شأنهم كذا ليكون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضراب، ولو انفرد هو به لكان انتقاله عنه غير مأمون، وإذا كان له فيه أشباه كان أحرى بالثبوت، يعني بالثبات والدوام. وعليه قوله ومثلي لا تنبو عليك مضاربه، ومثلي عليك مثلي لا تنبو عليك مضاربه. انتهى هنا كلام صاحب المصباح، هنا انتهى كلام صاحب المصباح. الآن شرع الشيخ في كلام جديد الآن، ولكن كلام صاحب المصباح هام جدا فيما يتعلق في معنى كلمة مثل. ثم قال الشيخ عبد الغني رحمه الله وتأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على مقتضى تفسير المثل بالنفس والذات واضح. لو أنك فسرت المثل بمعنى الذات وبمعنى النفس، فتأويل هذه الآية ليس كمثله شيء واضح، لأن المعنى يكون قال إذ ليس كذاته ذات، يعني إذ يكون المعنى ليس كذاته ذات. قال ولا كصفاته صفات، إذ المعنى ليس كهو شيء، وكذلك على القول بزيادة مثل، كذلك على القول بزيادة مثل. كما قلنا قبل قليل أراد أن المثل هنا قد تكون بمعنى الذات وقد تكون بمعنى الشبيه، بمعنى الصفة، بمعنى الصفة قد تكون، انتبه، بمعنى الذات وبمعنى الصفة. فإذا جعلناها بمعنى الذات وبمعنى الصفة ما بيعني هذا الكلام؟ يكون هذا يكون في ذلك استعمال المثل في الوصفين، في المعنيين الشبيه والذات، فيكون من قبيل استعمال المشترك في معنيين. لأن كلمة المثل لما قلنا لها تأتي بمعنى الشبيه وتأتي بمعنى الذات، فهي لفظ مشترك. فإذا استعملنا المثل في الآية بمعنى الذات وبمعنى الوصف بمعنى الشبيه، يكون هذا من قبيل استعمال المشترك في معنيين. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا الكلام يقول إذا قلنا بأن المثل هو حقيقة، في كل من الذات والصفة. واضح؟ إذا جعلنا كلمة مثل معناها حقيقي، معناها في الحقيقة الذات، وتطلق في الحقيقة كذلك على الشبيه، على الوصف يعني، فنكون قد استعملنا المشترك في معنيين. أو يكون إذا كان يعني إذا قلنا المثل معناه في الحقيقة
الذات وفي المجاز الشبيه، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. واضح؟ لما قال الشيخ، قال الشيخ المثل هنا بمعنى الذات وبمعنى الوصف معا بآن واحد. فيكون إذا جعلنا المثل حقيقة في معنى الذات وحقيقة في معنى الوصف، يكون هذا من قبيل استعمال المشترك في معنيين بمعنيين. أما إذا جعلنا المثل التي لها معنيان الذات والوصف، جعلنا أحد المعنيين حقيقة وأحد المعنيين مجاز، يكون هذا من باب استعمال اللفظ في حقيقته تارة وفي مجازه تارة أخرى. إن شاء الله يكون كلامي واضح وغير غامض إن شاء الله. قال وأما على تأويلها بالشبيه، هلا الآن هذا الكلام يحتاج إلى يعني انتباه. فيكون على سبيل الفرض والتقدير ليس كشبيه الله شيء، يكون هذا على سبيل الفرض بأن لله شبه. نحن نفترض أن لله شبه تقديرا، فيكون على سبيل الفرض والتقدير. والمعنى لو فرض أن لهم أن لله مثلا وشبيها تعالى وتقدس الله عن ذلك، لكان ليس، انتبه، لكان ليس كمثله شيء ولا شبيه، كما قال تعالى. واضح أحبابنا؟ كان الأمر غير واضح لديك أنت؟ آخر كلمة، انتبه عليه. قالوا أما على تأويل الشبيه، إذا جعلنا المثل بمعنى الشبيه يصبح الكلام ليس كشبيهه شيء. ونحن في الآية هنا نتحدث عمن؟ عن الله. صرنا نتحدث عمن؟ عن الشبيه. ليس كشبيهه شيء. فحمل المثل على معنى الشبيه، قال هذا على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو فرض أن لله مثل وأن لله شبيه تعالى الله عن ذلك، لكان ليس لشبيهه، ليس لشبيهه مثيل. واضح؟ ليس ك، لأن الكاف هنا مولانا بمعنى مثل، الكاف هنا بمعنى مثل، ليس كشبيهه شيء، ليس مثل شبيهه شيء. الآن السؤال، هل يجوز أن نفترض هذا الافتراض؟ لا يجوز. من قال لك لا يجوز؟ يجوز، وأتى بالدليل مباشرة الشيء على جواز ذلك. قال كما قال الله تعالى قل يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا من باب التنزل، يعني لما قالوا لله ولد شركاء، طيب ماشي الحال، إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، ولكن ائتوني بالدليل على أن لله ولد. فهم عاجزون عن ذلك، إن الله ليس له ولد، لم يلد ولم يولد. هذا من باب ماذا؟ التنزل. لو كان مع الله، لو كان لله زوجة فأنا أول العابدين لها، ولكن ائتوني بدليل على أن لله زوجة. لو كان هناك إله آخر غير الله لكنت أول العابدين له، ولكن ائتوني بدليل، أنا أتيتكم بدليل على وجود الله عز وجل، ائتوني أنتم بدليل على وجود هذا الشريك لله. فهذا من باب التنزل، فلا تستعجل بالجواب في المرة الثانية. إذا جاء الشيخ، يعني الشيخ كأنه معنا الآن، علم أننا سنعترض، فقال لا أنت تريه الجواب. قال كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو فرض وقدر، ولكنه لا يجوز فرض ذلك ولا تقديره، لأن العقل يرفض ذلك، وما عندنا دليل على هذا الأمر. قال وعلى تفسير المثل بالذات، وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه بقاء الكاف على وضعها غير زائدة، جرى البيضاوي في التفسير مصدرا به كلامه. انتبه أحمد، كل كلامنا الآن على مثل
التي هي تأتي زائدة وتأتي بمعنى صفة وبمعنى الشبيه ليس على المثل المكتوبة وإنما هي على ماذا؟ على الكاف. واضح؟ هذه الكاف ليس كمثله شيء، هذه الكاف بمعنى مثل وتأتي زائدة وتأتي بمعنى الشبيه. واضح الكلام أحبابنا؟ فهمتم؟ ليس كمثله شيء، هذه الكاف بمعنى مثل وتأتي زائدة وتأتي بمعنى شبيه وتأتي بمعنى الذات. لعله فاتني أن أذكر لكم ذلك. فعندما قلنا هنا مثل تأتي زائدة وتأتي بمعنى الصفة أو الشبيه وتأتي بمعنى الذات، ليس المثل التي ملتصقة بالهاء وليس المثل الملتصقة بالكاف، وإنما هي الكاف، كاف بمعنى مثل. وهذه الكاف تأتي زائدة وتأتي بمعنى شبيه وتأتي بمعنى ذات. واضح الكلام؟ نعم. فلعله فات. نعم. ولكن فإن آمنوا بمثل ما آمنوا بمثل تمام تأتي كذلك جاء الزائدة تمام كذلك جاء. ولكن الكلام في الآية الآن، الكلام لما قلنا في صدر الكلام قال كاف تأتي بمعنى مثل فتأتي بمعنى، فالكلام حول كونها زائدة أو كونها بمعنىها الشبيه أو بكونها بمعنى الصفة يقصد بذلك الكاف ولا يقصد بذلك مثل. واضح؟ ويمكن كذلك أو نحتاج في هذا الكلام أن ندخل فيها كذلك المثل. قال وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه، انتبه، اللازم منه بقاء الكاف على وضعها غير الزائد. يعني إذا جعلنا المثل التي هي بين الكاف والهاء بمعنى الذات، واضح؟ ونبقي الكاف على وضعها غير زائدة والكاف بمعنى ماذا؟ بمعنى مثل. فيصبح لدينا تقدير الكلام ليس مثله شيء. واضح؟ ما زلنا في بداية الكلام على تقال الشيخ وعلى تفسير المثل. وعلى إذا فسرنا الآن المثل بالذات، قلنا المثل هي بمعنى الذات، يصبح تقدير الكلام ليس كذاته شيء. ومع إبقاء الكاف على وضعها غير زائدة والكاف هي بمعنى مثل، يصبح تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. واضح؟ قال وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه بقاء الكاف على وضعها غير زائدة جرى البيضاوي في التفسير مصدرا به كلامه ثم قرر. يعني البيضاوي صدر أولا أن الكاف أن مثل هنا بمعنى الذات وأن الكاف كذلك بمعنى الذات باقية على حالها غير زائدة، ثم قرر معنى لزيادتها بعده، بعد ذلك قرر معنى آخر وقال الكاف هذه زائدة انتهى الكلام. قال وأوضح مراده القاضي زكريا، شيخ الإسلام زكريا، هنا له حاشية على كتاب تفسير البيضاوي. فالشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى بيّن في حاشيته مراد الشيخ البيضاوي من هذا الفعل، واضح؟ فقال في حاشيته بما نقله عن السعد التفتازاني، وهو أنه أعني التفتازاني، قال إن قولنا ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان في معنى واحد. إن قولنا ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء عبارتان في معنى واحد.
وهو أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته، فتكون منفية عن نفسه. وهو أن المماثلة منفية عمن يكون مثله، يعني لو كان الله ممكن يا شيخ نرسم على السبورة حتى أوضح لكم المعنى. أريد أن أوضح لكم هذا. لا مكان قليل، لا ما لا ما لا ما مكان قليل فقط. يكفي 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 يكفي. أي قلم أي قلم تفضل هذا القلم. انتبه علي اجلس انتبه علي. عندما نقول ليس كمثل خط السبورة غير جيد، وثاني قدر استطاعك أو كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء. واضح؟ هلا انتبه علي. الان عندنا نحن مثلا هذه الذات، هذا الذات ذات ليكن زيد، هذا شبيه زيد، شبيه زيد. فأنا إذا قلت لا يوجد لا يوجد شبيه لشبيه زيد، فأنا نفيت الشبيه عن شبيه زيد. زيد أليس شبيها لزيد؟ زيد أليس شبيها لشبيه زيد؟ شبيه نعم. انتبه عندما أنفي أقول ليس لزيد زيد، ليس لشبيه زيد، ليس لشبيه زيد شبيه. فإذا نفيت الشبيه عن شبيه زيد ماذا أكون قد نفيت أيضا؟ سنين. نفيت الشبيه عن زيد كذلك. يعني إذا نفيت الشبيه عن شبيهه يبقى زيد شبيها لشبيه زيد. واضح؟ فهذا لذلك قال الشيخ هذا الأسلوب القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله، ليس كمثل مثله شيء. هذا أبدع وأعظم وأقوى في نفي الشبيه عن الله تبارك وتعالى. فهذا يكون من باب الكناية. فعندما نفينا الشبيه المثل الشبيه عن شبيه زيد نكون قد نفينا في نفس الوقت الشبيه عن زيد. واضح أحبابي أم أعيد؟ أكيد واضح الكلام؟ هذا معنى الكلام الذي سنذكره بعد قليل. الآن نتخيل هذا المعنى، عندنا الآن زيد وعندنا شبيه زيد، فقلنا ليس لشبيه زيد مثل، ولكن تقول أنت زيد مثل شبيه. كيف نقول ليس لشبيه زيد مثل؟ فلما قلنا ليس لشبيه زيد مثل نكون بذلك نفينا الشبيه كله عن زيد. واضح الكلام عندك أنت؟ واضح أحبابنا؟ من هنا لا يفهم أن الشيء لا يوجد من غير زيد، الزيد وشبيهه موجود ولكن الآخر لا يوجد. لا كلا لا، من في الشبيه عن زيد؟ أنا عندما قلت لا ليس لشبيه زيد مثل، ليس لشبيه زيد مثل، ولكن في الواقع زيد شبيه زيد شبيه لمثله مثل لشبيهه. فإذا قلت ليس لشبيه زيد مثل أكون قد نفيت الشبيه عن زيد فقط.
إذا نفيت الشبيه أنت بقي بقي زيد واحدا فردا، فهذا يكون النفي من باب الكناية، وهو أبلغ من النفي عن طريق الحقيقة. واضح الكلام أحبابنا؟ إن شاء الله يكون واضح بإذن الله تعالى. هذا ما سيذكره الآن الشيخ إن شاء الله تعالى. قلنا ثلاث أمثلة. الله ليس كمثل مثله شيء. أيوة تمام. نرجع الآن لنقرأ عبارة الشيخ. قال إن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان في معنى واحد، وهو أن المماثلة منفية، عمن يكون مثله وعلى صفته، فتكون المماثلة منفية عن نفسه عن ذاته جل وعلا. هذا معنى الرسم اللي رسمته لكم، هذا معنى هذا الكلام. واضح أحبابي؟ إن شاء الله تعالى. قال وهذا لا يستلزم وجود المثل. ألا ترى أن نعم هنا في معنى واحد، هو أن المماثلة منفية عمن يكون مثله على صفته وعلى صفته وكيف عن نفسه يعني. لا فتكون لا خطأ عندنا فكيف عن نفسه. لا صل العبارة فتكون المماثلة أصل عبارة فتكون المماثلة منفية عن نفسه. اكتب فتكون. الصواب فتكون. خطأ طباعي هذا، لا يضبط خطأ طباعي. فتكون يعني المماثلة، فتكون يعني المماثلة. أحسنت أنت ما شاء الله منتبه، ينبغي أن نعطيك هدية. فتكون منفية عن نفسه. فتكون اسم تكون يعني المماثلة، ومنفية خبر تكون، ولكن تكون هنا اسم تكون مقدر وليس مذكور. منفية عن نفسي. كل كلام مذكور، لكن عندك خطأ بكلمة كيف. كلمة فكيف فوق الفكيف. أعطني كتاب، أعطني كتاب. تكون منفية زي كلمة هذه فكيف هنا عوضا عن هذا. أعطني قلم نص، هذا نصاص، هذا نجيب بدلا من بدلا من كيف. فتكون ممثلة، فتكون مدح عوضا عن نفسي. هذه فتكون منفية عن نفسي. هذه فكيف عوضا عنها. مماثلة منفية عن نفسي. هذه فكيف عوضا عنها فتكون. عوضا عنها فتكون. فتكون يعني مماثلة من. أصلحتم العبارة أحبابنا؟ إذا لم تصلحها ما العبارة غير واضحة تكون. قال وهذا لا يستلزم وجود المثل. ألا ترى أن قولهم مثل الأمير لا يفعل كذا ليس اعترافا بوجود المثل له. ما أحد يتجرأ أن يقول أن الأمير أمير بلاده له مثل. تتجرأ أنت أن تقول أن لرئيس بلدك مثل؟ ما تتجرأ أن تخاف يقول لك أنا الزعيم الفرد في كل زعماء العالم يعني كذا يقولون. فأنت عندما تقول مثل الأمير مثل الحاكم مثل السلطان لا يفعل كذا، فهذا ليس اعترافا بوجود المثل للأمير أو للسلطان. فالمعنى أن مثل مثله تعالى منفي، مثل الله منفي، فكيف بمثله لا بد أن يكون منفيا كذلك. هذا كذلك معنى ما رسمته لكم على السبورة وأوضحته لكم. وأيضا مثل المثل مثل فيلزم من نفيه أي من نفي مثل المثل نفيهما أي نفي المثل ونفي مثله. واضح الكلام إن شاء الله. الكلام كما قلت لكم يعني يحتاج إلى شيء من اليقظة،
قال كذا في شرح الشيبانية للشيخ علوان، للشيخ علوان. قال ورأيت بخط بعض الفضلاء معزوا للشيخ الأكبر قدس سره. ماذا يعني قدس؟ الدعاء بماذا؟ الصوفي قدس التقديس. التقديس هو التطهير، قدس يعني طهر، أو تقول قدس الله سره. نقول مثلا الشيخ عظمات قدس الله سره، يعني طهر الله سره. ما هو السر؟ الروح. فهو دعاء بتطهير روحي، قدس الله أسراركم. آمين آمين. والقدس سره يعني طهر الله روحه، فدعاء عليه بالرحمة والرضوان. يعني انتبه أحبابي، هنا لابد التنبيه لشيء. في كتب علم الكلام والعقائد من الخطأ أن ندخل أقوال الأولياء وأقوال العارفين والمنامات وغير ذلك. هذا علم الكلام ينبني على ماذا؟ على الأدلة والقواعد والقوانين والبراهين. فإدخال هذا بعض العلماء يعني سهى وأدخل، هذا خطأ، هذا فيه خلل. إذا كان كلامه مبنياً على الدليل والبرهان وعرضناه لا مانع من ذلك، أما نقول رأى في المنام كذا وقال وفعل كذا، هذا لا ينبغي أن يذكر في كتب علم الكلام، له كتب خاصة به تذكر. على كل، هنا قال الشيخ، قال من فهم معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يفكر قط في كنه ذات الحق أبدا. إذا فهمت هذا المعنى أنت لن تفكر أبدا، كما قلت لك في بداية الدرس، هذه الآية بمثابة جهاز تصفيه، كل ما يأتيك من وسوسات وأقوال وأباطيل وشبه مرره من خلال هذه الآية فتخرج عقيدتك سليمة. قال لم يفكر قط في كنه ذات الحق أبدا، وما رأيت أحدا ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره. هذا كلام فيه طعن في الواقع، في ظاهره فيه طعن بكبار العلماء كالفخر الرازي وإمام الحرمين والإمام الغزالي رحمه الله تعالى. هؤلاء عظماء تكلموا في هذا العلم، ولولا أنهم تكلموا في هذا العلم ضاعت العقيدة، ضاع كثير من التوحيد في الحقيقة. هم ذبوا عن الإسلام وردوا شبه والأباطيل، ووقفوا كانوا كالقلاع، بل كانوا قلاعا في الحقيقة في وجه الشبه والضلالات التي يثيرها الفساق والضلال والزنادقة في كل زمان. فينبغي أن نقف أمامهم وقفة إجلال وإكبار، لا أن نتكلم عنهم بعبارات ظاهرها التصغير والتنقيص. واضح الكلام أحبابنا؟ قال إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى لفكره زاعمين أنهم ينزهونه. طبعا هم ينزهونه، هم يعلمون الناس التنزيه، يطهرون عقائد الناس، جزاهم الله عنا كل خير. حتى وقع في ذلك أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي إمام، إمام الأئمة، حجة الإسلام. لما لقي بحجة الإسلام؟ أنه كان يدافع عن الإسلام، كان جنديا من جنود الله تبارك وتعالى، يذب عن الإسلام ويدافع عنه، لكنه رجع عن ذلك قبل موته. كيف رجع قبل موته؟ بالعكس، إمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني توفي رحمه الله وهو انظر كتاب الإحياء، له باب خاص كتاب التوحيد سماه. وكان من فضل الله علي، هذا كلام الشيخ ابن عربي، أن حفظني من التفكر في ذاته، فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده. هذه خصيصة من الله عليك بها، وليس كلنا أنت. هل كلنا عمر بن الخطاب؟ وليس كلنا أبو بكر؟ وليس كلنا عثمان؟ الناس متفاوتة، الناس متفاوتة. لذلك العلماء قالوا، قالوا من لا تعتريه الشبه هو غير مكلف بعلم الكلام، أما ذاك الذي تعتريه الشبه هو الذي يجب عليه أن يتعلم كي يزيد ويرفع الشبه عنه. فأنت إذا كنت لا تعتريك الشبه
اشكر الله عز وجل، احمد الله تبارك وتعالى. قال: فبقي الفكر مني معطلا في هذه الحضرة، يعني في حضرة الله عز وجل، فشكرني فكري على ذلك، على أني لم أقحمه في التفكر بذات الله تبارك وتعالى. وإذا كنتم تذكرون أحبابي في بداية أول ما قرأنا هذا الكتاب قلت لكم الباري تبارك وتعالى أذن لنا في البحث في ذاته بثلاثة أمور فقط. ما هي؟ لا 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 لا, لا ينبغي أيوة أحسن، فيما يجب وفيما يستحيل وفيما يجوز، ما عدا ذلك لا يصح لنا أن نبحث، لا يجوز أن نبحث فيما وراء ذلك. قال: وكان ذلك مني وكان ذلك من مبايعة سابقة. قال: وقال: الحمد لله الذي عصمني بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغي لي أن أتصرف فيه، وكان ذلك من مبايعة سابقة، فإني كنت قد بايعت فكري ألا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى، وأن يصرف تعبه في الأغيار، فبايعني على ذلك، فلله الحمد على صرفه في الشغل الذي خلق له. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلق الخلق بقدرته، هم ينظرون في المتن، والشيخ ينظر في الشرح. طيب، خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه في سابقته. الله، نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا لإسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.